تبذل الدولة جهودا كبيرة لخفض أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة والسيطرة عليها بالإضافة إلى توفيرها بكميات كبيرة في أسواق الجملة، وذلك بالتعاون مع التجار والمزارعين، مما أسهم في حالة طمأنينة لدى المواطنين. ضبط الأسعار، توفير السلع الغذائية ومنع الاحتكار، أهداف اتخذت الدولة من أجلها عدة آليات تنفيذية في الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من أجل زيادة المعروض وإحداث توازن في السوق والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع. سوق العبور نموذج حي لتطبيق تلك الآليات باعتباره من أكبر أسواق الجملة في القاهرة الكبرى. التجار في سوق العبور أكدوا وقوفهم إلى جانب كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطن، مشيرين إلى أن الأسعار شهدت انخفاضاً مع توافر مخزون جيد من السلع، حيث ساعد الطقس هذا العام على زيادة المحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجيتها. أسعار بدأت في انخفاض مع موجة الحر اللي فاتت، انخفاض لنسبة 25 و30%، انخفاض عن الاسبوع اللي فات وعن الشهر اللي فات عموما. من بعد المفطر بيبقى في حركه نسبيا، تمام؟ يعني بنتكلم في الاسعار، مثلا عندك الجوافه بتبدا من 3 جنيه لحد 9 جنيه، تمام؟ عندك مثلا البرتقال شغال 3 جنيه 3.5. والله بالنسبه للصيف الخوخ حاليا دلوقتي نازل ماسك سعر حلو جميل عشان بشاير، والمشمش حاليا هينزل برضه الصيفيه، والمنجح لسه. يتميز سوق العبور أيضا بالأسماك، حيث يضم أشكالا متنوعة وفريدة من أسماك البحر الأحمر والتي تباع جملة وتجزئة للمواطنين. معاك أي سمك بحر أحمر بيبدأ معاك من شهر 5 لحد شهر 9، معاك بقى اللي هو السمك المزارع اللي هو بولتي بوري، في لوت مزارع، في عروس مزارع، دينيس، ده كله اللي هو الدينيس والعروس واللوت بيجوا من دمياط، البولتي والبوري بيجوا من كفر الشيخ. إذن هو سوق متكامل يوفر الخضروات والفاكهة وكذلك الأسماك على مساحة 300 فدان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، حيث يخدم سوق العبور سكان القاهرة والمحافظات المجاورة، ويقدم نموذجا للمسؤولية المجتمعية في دعم الدولة وإيصال خير مصر إلى أبنائها بأسعار مناسبة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.